بما ان احصائيات قناتي بتقول ان في عدد كبير جدا 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 يصل ل 80% من اللي بيشوفوا القناه لسه بيدرسوا، قلت اني انزل بشرح بسيط كده هو ان احنا كلنا بنبقى محتاجين الاله الحاسبه عشان نحل بيها مسائل، ولكن انت ممكن يكون معاك اله حاسبه 500 انا 991، فبالتالي انا هحل مسائل اعلى ومعقده اكتر من اللي انت بتحلها، فبالتالي بيبقى في طلاب مضطرين ان هم يحلوا المساله دي يدويا عشان الاله بتاعتهم ما تقدرش او مش حديثه كفايه ان هي تحل المسألة دي، وفي طلاب تانيين يقدروا انهم يحلوها بكل بساطة انهم يهبدوها على الآلة وشكرا على كده. ولكن انا من خلال الفيديو ده قررت ان شاء الله ان انا اسوي ده بده واجيب لكم احدث آلة موجودة في الكون على تليفون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم يا جيش مكتشفين في حلقه جديده من حلقات التقنيه على القناه، والنهارده ان شاء الله هنستعرض برنامج احترافي جدا وموثوق 100% يقدر ان هو يحول لك تليفونك من مجرد تليفون عادي فيه اله حاسبه متخلفه عقليا اخرها تحسب 2 + 2 = 7 او حاجات غبيه كده، وتحوله لك لاله حاسبه احدث اله حاسبه نزلت لغايه دلوقتي. زي ما احنا شايفين اهو يا شباب قدرت اني احول شاشه التليفون لاله حاسبه حديثه جدا. مطلوب منك ان انت تنزل دلوقتي في صندوق الوصف او الديسكريبشن، تدوس على الرابط المستعمله في الفيديو، تختصر الاعلان وتدخل على موقع اكتشف العالم الرسمي، هتلاقي رابط البرنامج ده. البرنامج متوفر على هواتف الاي او اس بالنسبه لابل وهواتف الاندرويد. طبعا لو بس فكرنا كده ان احنا نشوف المودز اللي فيه او نشوف مدى ذكاء الاله او الانظمه الموجوده في الاله، ورحنا مثلا على قسم المودز كل الانظمه والمودات اللي انت ممكن تتخيلها كلها موجوده، بعيدا عن ان الاله فيها كل الانظمه تقدر ان انت تدوس على الثلاث نقط دول وفيها حاجات كتير قوي. مثلا على سبيل المثال لو انت في كليه علوم او هندسه في اقسام كتير جدا 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 هتفيدك، نقدر ان احنا نشوفها من القائمه اللي على الشمال دي. اتمنى يا رب انكم تكونوا استمتعتوا معايا بالحلقه دي. كان معاكم يوسف نصر، ما تحرمونيش من اللايك سبسكرايب للقناه عشان كل اصدقائكم يستمتعوا ويستفيدوا بالحلقه بتاعت النهارده. اهم حاجه صلي على النبي وما تنساش تقول لي رايك في الفيديو ده من خلال الكومنتات، ببقى سعيد جدا لما برد عليها. كان معاكم يوسف نصر، في امان الله.